كانت الخطة اللي أنا فكرت فيها أنه أنا قادر أجيب كامل الوديعة ويصير في مفاوضات مع القوى الأمنية وسلم حالي. السيارات اللي بتنسرق يومياً، المحلات اللي كسروا الخلع، جاسدين بالطرقات، التليفونات، هول كلهم ما بيشوفون، هول كلهم ما بهزوا بهيبة الدولة. بس لما نجيب مصرياتنا بنصير عم نهز بهيبة الدولة. ليه؟ لأنه أصحاب حال. عم بيقولوا أنه صار في تواطؤ بين سالي بداية والمصرف أو أحد العاملين بالمصرف، هن اللي ساعدوك، لأنه مش معقولة عملية تم بهالسرعة كلها وفجأة تحمل حالها وتفل وتظهر من باب تاني وما حدا يكبشا وتروح عبينك. أنا مش بحاجة لأختي تكون مريضة لأخذ مصرياتي. اليوم إذا عندك ملفات أو عندك معطيات، عيب عليك كوزير داخلية إنه ضل مخبيها.